الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج موضوع مهم. النهارده هنتكلم وهنكشف اسرار وخبايا مهنه البادي جارد. قبل ما نتكلم عن الموضوع ده خلينا نرحب بزميلي عبد الله. اهلا بيك يا عبد الله. اهلا بيك يا اسماء واهلا وسهلا بكل المشاهدين. الحقيقه انا طالع النهارده مكان زميلي يوسف، هو بيمتحن دلوقتي، عنده امتحانات. ربنا يوفقه ويوفق كل الطلبه في امتحاناتهم، انا عارف ان توقيت صعب. خلونا النهارده نتكلم في وظيفه وصعوبات وظيفه معينه، وهي وظيفه فرد الحراسات الخاصه. مشرفنا ومنورنا في الاستوديو احمد فيليكس، فرد من افراد الحراسات الخاصه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا بيك يا استاذ اسامه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. سهل. خليني ابدا معاك اول سؤال واقول لك ايه طبيعه مهنه البودي جارد او فرد الحراسات الخاصه. فرد الحراسات الخاصه اهم حاجه في فرد الحراسات الخاصه تامين الشخصيات العامه وتأمين الشخصيات السياسية، بيتكون من كذا حاجة. لو تأمين شخصية سياسية، طبعا تأمين الشخصية السياسية دي غير الشخصية العامة. يعني انت بتتكلم ان تأمين الشخصية السياسية مثلا ليه طريقة معينة، الشخصية الفنية ليه طريقة معينة، وهكذا. اه طبعا الشخصية السياسية طبعا غير الشخصية العامة، صعبة شوية، تبقى العملية صعبة. لكن الشخصية العامة اللي هي مثلا ممثل، مغني، راجل اعمال مشهور، طبعا ناس كتير بيحبوا الناس دي، فلازم نأمنهم تأمين كويس. بس ما نصعبش على الناس اللي هي توصل للناس دي عشان تحب مهنة الجردات دي، لان شغلنا صعبة. اللي انت بتتعامل مع جماهير ومع ناس تانية بره الجماهير بيكرهوا الشخصية دي، فبتحاول تحميها على قد ما تقدر. بتأمن الشخصيات من كذا فرد او فردين او ثلاثة حسب الشخصية اللي انت بتنفذ عليها. شخصية التأمين بيبقى وضع مثلث. ايه وضع؟ هنعرف موضوع وضع مثلث، بس انا عايز اقول لك ان اسئلة زميلتي النهاردة محضرة لك شوية اسئلة في البول. انا بس عايز حضرتك تعرفني حاجة، ليه البادي جارد دايما بيلبس بدلة سودة ونضارة سودة؟ ليه؟ هي مبدئيا البدلة السودة بيخوفوهم اكتر. هي هو كار وبتدي شخصية للجارد اشرس في التعامل مع الناس، ولما بتقابل اي حد لاحظ حتى البدله سودا والكرافه السودا والقميص اسود والجزمه وربنا يستر والجزمه وربنا يستر في الحلقه دي. لا هو حسب ما في، يعني كل بدله بتلبس لها في حاجه معينه، يعني مش بتبقى تعليمات، مش لازم يعني مش بتبقى تعليمات من ما بنقزمش خالص العمليه. بس انا بلاحظ كتير جدا، يعني انا على طول ما انا ماشيه مثلا بشوف اي بادي جارد او حاجه او حتى في التلفزيون ما بلاقوش بيغير، هو اسود. في دلوقتي في مثلا حفلات الكلام ده، ده في بيونه كمان طلعت كمان حفلات، مثلا حفله عمرو دياب، حفله تامر حسني، فبيغير. ممكن تقلب بدله رمادي، بدله كحلي، بدله صفر، حسب بقى الشخصيه اللي هي ماسكه الحفله نفسها والراجل اللي هو بينفذ التامين بتاع الحفله. بص وانا جاي وبفكر في اسئله الحلقه، يمكن عايز اسالك سؤال مهم جدا. ايه ارخم موقف قابلته انت كبادي جارد في تامين مثلا شخصيه او تامين حفله او تامين شركه او اي تامين؟ موقف عمرك ما هتنساه. هي حفله بتاع عمرو دياب كده، كان في ضغط جامد قوي من الجماهير، فطبعا كله حابب يخش. فطبعا ان احنا لو دخلنا الناس من غير تيكت او هيبقى الموضوع صعب السيطرة عليه. هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب، لان انت بتتعامل مع ناس حبة عمرو دياب في شغله، فلما بتيجي تمنع ده ناس كتيرة بتضغط عليك. فلازم تعمل لهم حد. لو ما بينتش شخصيتك في الوقت ده كل حاجة هتضيع. انا متهيألي انت مبين شخصيتك من قبل الحفلة اصلا. هو لازم اول ما حد يشوف، لا بص خلاص بقى هو هيخاف يعمل اي حاجة. طبعا لازم نمشي بالتيكت، مش هينفع. على فكرة يمكن ده برضو من يعني فوائد وجود البودي جاردز، ان انا مثلا لو حد مشاغب من الشباب مثلا، مشاغب داخل حفلة اسلام، ما هي ممكن كمان هيبته، يعني هو لما حد انا اشوف حد كده قدامي ليه هيبة. لا انا احنا داخلين الحلقة وخايفين، يعني اسمع واقف بره بتروح خايف. طب انا عايزه بس اقول لحضرتك، يعني قول لنا بس كده ايه المواصفات بتاعه البادي جارد؟ يعني دلوقتي شاب عاوز يبقى بادي جارد يعمل ايه؟ اهم حاجه التمرين، الاكل والشرب. اهم حاجه في المهنه دي الاخلاق، يعني تكون امين على الشخص اللي بتامنه عشان تنجح في عملك، والعلاقات العامه. يعني ما لازم اعمل علاقات عشان اعرف اوصل للمهنه دي.
كمان؟ اه طبعا. الموضوع بقى صعب قوي. صعب جدا. بتمروا باختبارات يا احمد في الموضوع ان انت تكون بودي جارد او في حد بيعتمدك؟ او لو انا عايز دلوقتي ابقى بودي جارد، انا شايف نفسي كويس وبتاع مش عايز ابقى بودي جارد، في اختبارات معينه بتقوم بيها ولا الموضوع بيجي ازاي؟ اختبارات بقى حسب العميل. ما انا ما ينفعش اوديك لعميل مثلا انت تنفع مثلا في التمثيل، اوكي، في مثلا في مشاهد في الكلام ده، لكن المواقف اللي هي الصعبه، الحراسات الخاصه اللي هي بتامن شخصيه، ما ينفعش اجيب واحد واروح حاطه مره واحده، ما ينفعش اختبره في حاجه زي كده. اختبره مثلا في حفله، ما ينفعش يقف على بواب، على باب حفله، على يقف قصاد مغني، بياخد الموضوع درجات يعني بالتدريج. لازم التدريج. تمام. طب انا يعني طول حياتي اعرف ان البادي جارد لا بيسمع ولا بيشوف ولا اي حاجه خالص، ازاي حضرتك بتقدر تفصل ما بين ده وما بين حياتك في الطبيعي؟ شيء عادي، هو كل الشغل الخصوصيات اصلا، خصوصيات البيت حاجه وخصوصيات الشغل دي حاجه تانية. يعني لازم نفصل بين شغلي وحياتي الشخصيه. بس احنا المصريين فضوليين جدا بصراحه يعني. لا ما هو يعني من الحته دي بتبقى بالنسبه لنا صعبه شويه. التكنيك بتاعها بيبقى صعب. هو يا صعب عليك انت عشان انت ما نفذتهاش، او صعب على الاستاذ عبد الله عشان ما نفذهاش حاجه عشان ما نفذتش. طيب خليني اسالك سؤال. عمرك يعني ضربت حد او حد وصلك لمرحله ان انت ضربته وانت بتامن شخصيه او بتامن حفله؟ هو كان في حفله، كان في ضرب، بس مش ضرب ضرب يعني. هو كان يعني ضايق حد في الحفله، فما ينفعش لو ضايقه مضايقه وحشه، فانا لازم احافظ على سيستم انا ماشي عليه وشغل. ببدا اتعامل، بس ما بتعاملش بضرب، بتعامل بتحجيز، بحاول احجز ما بينهم واعرف اطلعه بره، وبعد كده بمنعه من الدخول، بديله بلاك ليست، ممنوع من الحفله خالص. فالضرب ده ما ينفعش اللي احنا واجهت يعني الموقف. بس لازم احله كده، ما ينفعش. ما ممكن يبقى معلش يبقى شخصيه مهمه، انا ساعتها هكون ضرب. مفيش اي حاجه وصلتك انك تضرب شخص في الشغل ده؟ لا الحمد لله، بعرف اتعامل مع الشخصيات، بس بره الشغل ده حاجه ثانيه. طب ليه حضرتك اخترت المهنه دي بالذات؟ المهنه دي انا اصلا كنت مدرب كونغ فو أصلاً. بس بس بعد ما خرجت من الجيش وبدات الشغلانه دي، بدات الاول في السينما، بداتها من تحت خالص، فبدات اتعرف واحده واحده، يعني حبيت الشغلانه. بتامن شخصيات معروفه او فنانين كمان معروفين. بدات اتشهر بقى في المسلسلات، في الافلام، بدات اطلب في حاجات وادوار. هي شغلانه حلوه وريحتني نفسيا في حاجات في مستقبلي، لحد ما وقتنا هذا ده. انا شغال في شركه اسمها الشركه المتحده للصيادله، بامن اولاد صاحب الشركه، والحمد لله يعني شغلانه مريحه. ربنا يوفقك دايما. الله يبارك لك. النهارده ان شاء الله يعني صراحه حضرتك امتعتنا. الله يبارك. وكان نفسي فعلا نكمل حلقه اكتر من كده، بس هو للاسف وقت فقرتنا خلصت. ميرسي قوي. انت شرفتنا ونورتنا، وخلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، فقرات جديده، مواضيع جديده في برنامج موضوع مهم.